السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ما زلنا مع المعلومات الدينية القيمة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. العنوان: أربع مهارات من خلال أربعة أحاديث. المهارات دي لازم نحافظ عليها، لأنها فيها سلامة الإنسان. المهارة الأولى مهارة ضبط اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يسكت. المهارة الثانية مهارة ضبط الفضول، ودي يعني حاجة ممكن نجد إزعاج من بعض الناس وهم فضوليين في حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المهارة الثالثة مهارة ضبط النفس. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، رددها كثيرا. المهارة الرابعة وهي مهارة سلامة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تظلنا في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.